حاز الموسيقي البحريني نادر على الميدالية الفضية في مسابقة الجائزة العالمية Global Music Award عن ألبومه الموسيقي Seascapes، ليكون بذلك ثاني بحريني يفوز بهذه الجائزة. الزميلة شوق العثمان زارته في الاستوديو الخاص به وجاءتنا بالتقرير التالي. عندما يمتزج الإحساس بالآلات الموسيقية يولد من ذلك الامتزاج والإبداع. المنتج الإذاعي في جامعة البحرين نادر استطاع أن يحقق جزء من طموحه ويبحر في عالم الموسيقى من مملكة البحرين إلى العالمية بواسطة ألبومه الموسيقي. هي فكرة الألبوم قصة طويلة شوية. في البداية كانت يعني تقريبا في سنة 2000، يعني تقريبا من 16 سنة بعد ما تخرجنا من الجامعة. وأيام الجامعة كنا نعزف يعني حق أغاني معروفة وكذي يعني. وبس بعد فترة الواحد إذا كان جاد فعلا في الموسيقى لازم أنه يبتدي أنه ينتقل للمرحلة اللي عقبها، اللي هي أنه لازم ينتج أعماله الخاصة. طلعت على الموسيقى الإلكترونية وعرفت أن فيها تفرعات ثانية، فيوم شفتها أو عرفتها قلت أنه أوكي، هذه الستايل من الموسيقى هو اللي بيكون مناسب. الجائزة لم تكن محض صدفة، إنما كانت نتاجا لألحان وأصوات وأوتار ومفاتيح أسرته ووضعته في معتزل جميل خط فيه بأنامله أنغاما ترجمها في ألبومه الذي صدح منه صوت الأمل والحب والسلام. أول شيء أنا استلمت رسالة من البريد، مو من الإيميل، بالبريد. شفت كان مكتوب عليها Global Music Awards وستيكر هلوم ملصوق عليها وينر. فشكيت اني قلت السالفه الحين، ما ياني ايميل ولا شيء. فلما جيت البيت وفتحته قريت الكونجراتوليشنز ان فزت بالسيلفر ميدل كاحسن البوم، ميداليه فضيه، ويسمونه اوتستاندينج اتشيفمنت، يعني يمكن انجاز مميز. فوايد استانست اول شيء لانها جائزه على مستوى العالم. بين عمل وموهبة جمع ما يحبه بين يديه وأبدع فيه في الفضاء الرحب، نشرا بذلك رسائل السلام بموسيقاه التي تشرح تفاصيل ذلك. شوقي العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.